مرحبا، أنا الدكتور عبير فؤاد هنية، استشاري أمراض الباطن والكلى، عيادتي في مستشفى عيادات مستشفى ابن الهيثم. أنا استشاري أمراض الباطنية واستشاري أمراض الكلى من مستشفى البشير وزارة الصحة ومن مستشفى الجامعة الأردنية. إن تخصصنا إحنا بأمراض الباطنية هو المتعارف عليه، أمراض فرط التوتر الشرياني، الداء السكري، والأمراض اللي لها علاقة طبعاً بتخصصي بالكلى، مضاعفات الداء السكري على الكلى. طبعاً في أمراض كمان الثانية، التهابات المسالك البولية، الحصيات الكلوية، كمان في عنا كمان التهاب الكبد الكلوية، كمان منعالجها ومنتابعها وشو مضاعفاتها والأمور هي كمان. والأهم من هذا كله أمراض الفشل الكلوي، والأوبشن اللي قلنا فيه من غسيل الكلى ومتابعة ممر يعني غسيل الكلوي، وكمان زراعة الكلى، منقوم بزراعة الكلى ومتابعة مرضى الزراعة كمان، وكمان شو كمان الأسئلة الوقاية من أي أمراض بالنسبة خاصة للفشل الكلوي وما يصير أي مضاعفات على الكلى، ونتمنى السلامة للجميع.